برواز شمع جديد زي ما انتم شايفين، عسل خاتم، نحل، الناحية التانية عسل خاتم ونحل وحبوب لقاح. النحل العسل خاتم حوالي نص البرواز، يعني فترة اسبوع او اكتر هيكون فرد اكتر. حبوب لقاح موجودة وان شاء الله يكون في فرزة قريب ان شاء الله. ما فيش حضنة طبعا، البرواز ده فيه عبارة عن عسل والنحل شغال عليه خلاص. يعني نحل العسل ده عسل خاتم اهو، يعني ممكن نقطع القطاعات ديت وناخدها وخلاص لو مش هنفرز يعني. بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي أعزائي مشاهدي قناة المراد، اليوم النهاردة 12 من شهر 8 2023، الصباح الساعة 8 صباحا. احنا يعني في النص الاول من شهر 8، ودلوقتي انا بقالي قرابة شهر تقريبا ما جيتش المنحل، لان كان عندي عمليتين في عينيا وعملتهم الحمد لله. و جاي طبعا ابن اخويا كان بيتابع المنحل، فانا جاي اشوف الدنيا ماشية ازاي، وهل النحل شغال ولا مش شغال، ممكن ناخد منه فرزة تاني السنة دي ولا لا. هنشوف مع بعض الخلية دي، احنا ما بنفتح خلية او خليتين كده بنعرف مستوى الخلايا اللي في المنحل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. هنشوف كده من اول البراويز ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي، وهنتابع مع بعض ونشوف الخلية حالها ايه ووضعها ايه. من البرواز الاول هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم، بسم الله ما شاء الله، البرواز فيه عسل، ما فيش حضنة طبعا. البرواز ده فيه عبارة عن عسل والنحل شغال عليه خلاص. يعني نحل العسل ده عسل خاتم اهو، يعني ممكن نقطع القطاعات ديت وناخدها وخلاص لو مش هنفرز يعني. اهو واضح تماما. الناحية التانية بسم الله ما شاء الله، في لو في فرز هنشوف بقية البرويز عاملة ايه، وينفع نفرز تاني السنة دي ولا لا. احنا خدنا فرزة واحدة في شهر 6، ولظروف العملية اللي كانت عندي الحمد لله عملت عمليتين مية بيضة وزرع عدسة امريكي. البرواز اللي بعده في قطاع من العسل وفي حضنة مغلقة وبعضها طلع اهو اهو الناحية التانية برضو. دي المنطقة دي عسل يا جماعة، قرب يقفل اهو، قرب يختم، بيبدأ يختم زي ما انتم شايفين كده، يغطي بالشمع الطبقة اللي قدامنا دي، كل ده بقى هيبدأ يختم الفترة اللي جاية دي. كويس معقول، بس برضو لازم نشوف بقية البراويز حالها. ودي طبعا خلية من ضمن الخلايا، مش هي المقياس، بس احنا ما بناخد خلية متوسطة ونشوف بنعرف الباقي شكله ايه. ده برواز كان واخدين القطاعات اللي فوق هنا، شايفين النحل بدأ يبني من فوق اهو ويقفل، هيقفل المساحات دي كلها وبعد كده يعبي فيها يحط فيها العسل. بعد طبعا ديت عبارة عن حضنة اهي شغالات، بعض الشمع العسل الخاتم البرواز اللي بعده بسم الله ما شاء الله، في طبعا عسل وقرب يختم، في حضنة في النص اهي مغلقة، حضنة مغلقة وفي عسل جزء خاتم وجزء قرب يختم. انا شايف ان الخلية مش قوية ومش ضعيفة، متوسطة. هنا برضو
الخلية ديت كانت احنا واخدين منها قطاعات شمعية كتير، شايفين هو بدأ يبني وجاي بيبني من فوق اهو، وبيوصل ببعض وبيدخل السلك داخل الشمع. ده شغل النحل يا جماعة، مش شغلنا احنا، ده شغل النحل. هنا برضو برواز مفهوش حضنة، بس فيه عسل ضعيف مش كتير، يعني خلية هقول عليها اقل من المتوسط. الخلية هنقول عليها اقل من المتوسطة. وبرضو هنشوف الخلية التانية هتبقى عاملة ايه. هنا هنزود في برواز موجود معانا، هنزوده هنحطه هنا كده، اشتغل النحل ايه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين البرواز فيه عسل خاتم، فيه حبوب لقاح، فيه نحل عليه كثافة من النحل. هنشوف النحل التانية، الناحية التانية برضو ماشي كثافة من النحل، في عسل خاتم، في حبوب لقاح. نشوف برواز كمان، بسم الله ما شاء الله برواز شمع جديد زي ما انتم شايفين، عسل خاتم، نحل، الناحية التانية عسل خاتم ونحل وحبوب لقاح. النحل العسل خاتم حوالي نص البرواز، يعني فترة اسبوع او اكتر هيكون فرد اكتر. حبوب لقاح موجودة وان شاء الله يكون في فرزة قريب ان شاء الله. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقفل خليتنا ونقول لأحبابنا وأعزائنا مشاهدي القناة كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.